تحياتي لحضراتكم فين ما كنتم. فلسطين حرة، أوقفوا الاستثمارات واكشفوا عنها، انقذوا غزة من الإبادة الجماعية، من النهر للبحر يجب إقامة دولة فلسطين، وغيرها من الشعارات الحقيقة اللي رددها طلاب الجامعات الأمريكية زي جامعة هارفارد، بنسلفانيا، كولومبيا، اللي بيعتبروا من أشهر الجامعات الأمريكية، مش بس في التعليم ومستواه وجودته، لكن كمان لأن الجامعات دي بيدرس فيها طلاب الطبقة الغنية والسياسية في أمريكا. مصاريف الجامعات دي بتتراوح ما بين 55 ألف إلى 100 ألف دولار في السنة. كلنا شفنا وتابعنا مظاهرات العالم ضد الإبادة الجماعية اللي بتحصل في غزة من وقت أحداث 7 أكتوبر 2023. استمرت المظاهرات الداعمة لغزة في أماكن كتيرة في العالم، لكن من يوم 17 إبريل 2024 الموضوع اتغير تماما في جامعة كولومبيا الشهيرة في أمريكا بسبب اعتصام وخيم في قلب ساحة الجامعة كانوا الطلاب عاملينها، وتأييد بعض الأساتذة لحق الطلبة في التظاهر. تحالف طلاب جامعة كولومبيا اللي ضم 120 جماعة جوه الجامعة نظموا اعتصام داخلها، وكانت مطالبهم وقف التعاون مع مؤسسات وجماعات إسرائيلية، سحب الجامعة لاستثماراتها من الشركات اللي ليها علاقة بإسرائيل، وزادت الأزمة مع استدعاء رئيسة جامعة كولومبيا دكتورة نعمة شفيق للأمن لفض الاعتصام في ساحة الجامعة يوم 26 إبريل 2024. لكن ده ما منعش الطلبة من إعادة الخيام والأكثر منه الاعتصام في بعض قاعات الجامعة، فاستدعت نعمة شفيق الأمن مرة تانية يوم 30 إبريل 2024 لفض الاعتصام داخل قاعات الجامعة، وده اللي أدى لتصاعد الاحتجاجات في جامعات تانية جوه أمريكا وأوروبا. هنا إحنا قدام ظاهرة وجب فهمها، لأن الأسئلة اللي فرضت نفسها في مشهد هذا أو التظاهر في جامعات أمريكا والعالم كان محتاج للتوضيح. نمرة واحد، إيه اللي يخلي طلبة أغنياء في جامعة من أغلى جامعات العالم يوصلوا في تأييدهم لقضية إنسانية عالمية على بعد آلاف الكيلومترات ما بينهم للدرجة دي؟ نمرة اتنين، إيه قصة إن مظاهرات طلاب الجامعات الأمريكية لدعم غزة رجعت للأذهان في الولايات المتحدة الأمريكية، رجعت مظاهرات تاني رفض حرب فيتنام 1968؟ طيب ايه علاقة التكنولوجيا بتظاهرات الطلبة في امريكا وقصة جيل زد؟ واخيرا ايه حكاية الانقسام الامريكي اللي الكل خايف منه في ظل اتهامات وجهها الكونجرس لرؤساء الجامعات بالسماح بمظاهرات معادية للسامية واليهود واسرائيل؟ نبدأ طيبين بالاجابة على السؤال الاول، من ايه اللي يخلي طلبة اغنياء في جامعات مرموقة من أغلى جامعات العالم يوصلوا في تأييدهم لقضية إنسانية عالمية بتفصل ما بينهم آلاف الكيلومترات جغرافية للمرحلة اللي وصلوا لها دي، يتم اعتقالهم، يواجهوا الأمن و و و الحقيقة الإجابة على السؤال ده ممكن نرجعها لأكتر من سبب، منها الجيل الثالث والرابع من العرب اللي كتير منهم بيدرس في الجامعات الأمريكية وله أصدقاء من الأمريكان بحكم التنشئة والدراسة والزمالة، وكانوا جزء من الحكاية الموروثة في البيوت، بيوت أهاليهم العرب، عن الحق المغتصب والأرض اللي ضاعت ودولة الاحتلال الصهيوني. أيوة طيبين، حكايات ممكن نفتكر إنها انتهت في الغربة أو انتهت بالغياب أو البعد عن الأوطان العربية. تقديرات المعهد العربي الأمريكي في الولايات المتحدة لعدد العرب بتقول إنهم بيتراوحوا ما بين من 3.5 ل 3.7 مليون نسمة. ده عدد على فكرة بالمناسبة مش كبير في بلد تعداده 333 أو 332 مليون نسمة، لكن موجودين بالفعل العرب في أمريكا وليهم تجمعات ويوم للتراث العربي بيحتفلوا به في كل سنة في شهر إبريل، ده غير طبعا بروز تواجدهم مع أحداث 11 سبتمبر 2001 اللي تعرض فيها العرب لهجمة من العداء اتعرفت باسم الإسلاموفوبيا، وبقى كل عربي أو مسلم أو محجبة إرهابي في عيون ناس كتيرة من الأمريكان.
وكانت أيام شديدة الصعوبة عليهم، اضطروا فيها أنهم يعيدوا تقديم أنفسهم مرة تانية للمجتمع الأمريكي اللي بينتموا ليه بالهجرة أو الدراسة أو الشغل، وده أدى لظهور تعاطف مجتمعي معاهم في الولايات المتحدة، لأن مش كل عربي أو مسلم بالضرورة بيؤيد القاعدة أو أي فكر متطرف. من ضمن النوادي الطلابية اللي قادت المظاهرات في الجامعات الأمريكية كان نادي الطلاب من أجل العدالة في فلسطين، اللي كان حاضر وفقا لجريدة نيويورك تايمز في اعتصامات جامعة كولومبيا في منهاتن، وجامعة رايس في هيوستن، وجامعة تكساس في أرلين جيتن. والنادي ده غالبية اللي فيه طبعا عرب ومسلمين، لكن لا يمنع انضمام أعضاء من جنسيات تانية لهم. السبب الثاني هو مستوى التعليم في الجامعات الأمريكية عموما، والجامعات اللي احنا اتكلمنا عنها أو سمعنا أخبارها في المظاهرات دي مستوى التعليم فيها مختلف. أمريكا طيبين فيها 1800 جامعة أمريكية على مستوى 50 ولاية أمريكية. الحقيقة جامعة هارفارد بتحتل هي وجامعة ستانفورد المركز الثالث، بتحتل جامعة بنسلفانيا المركز الخامس، كولومبيا بتحتل المركز ال 12 ما بين ال 1800 جامعة. وده الحقيقة أو بتعتبر هذه الجامعات من أكتر الجامعات اللي حصل فيها مظاهرات. الجامعات دي معروفة بتحصيلها العلمي وشروط القبول الصعبة جدا فيها بامتحانات وانترفيو أو مقابلات شخصية مع الطلبة. بيتفرز فيها الطلبة، يعني الطلبة فيها بيتاخدوا كده على الفرازة. القصة مش بس قصة فلوس بيدفعوها لأنها من الجامعات الغالية، لكن الجامعة كمان بتحب تحافظ على مكانتها وترتيبها ما بين أهم جامعات العالم. الطلبة في الجامعات دي وخصوصا اللي بيدرسوا سياسة عالمية أو تاريخ أو حقوق إنسان أو تاريخ مش قادرين يوافقوا ما بين اللي بيشوفوه على الشاشات أو على وسائل التواصل الاجتماعي وما بين اللي بيدرسوه. الحقيقة سياسة بلدهم بالنسبة لهم بتكلمهم عن العدالة والإنسانية والقيم والاستقلال والحقوق، لكن اللي بيشوفوه حاجة تانية. يوم 24 إبريل 2024 زار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون جامعة كولومبيا، وطلب من دكتورة نعمة شفيق رئيسة الجامعة الاستقالة من منصبها لو هي مش قادرة تسيطر على المظاهرات اللي اعتبرها على حد وصفه فيروس معادي للسمية. يعني ببساطة معاداة إسرائيل في فهمهم السياسي هي معاداة للسامية، وده بالنسبة للطلبة كارثة سياسية وحقوقية تتنافى وكل ادعاءات بلادهم اللي بتقولها لهم من سنين. ضيف على ده الرسالة اللي وجهها 26 عضو في الكونجرس الأمريكي لوزير العدل ميريك جارلاند، بيطلبوا منه استعادة النظام في الجامعات اللي تم قفلها من عصابات معادية للسامية بتستهدف الطلاب اليهود. يعني هم وصفوا الطلاب اللي عملوا المظاهرات بأنهم عصابات، وده بالنسبة لهم أو بالنسبة للطلبة طبعا ده شيء غير طبيعي. ده أدى لاشتعال الموقف ما بين الطلاب في الجامعات الأمريكية كلها. مش بس كده، لكن في يوم 1 مايو 2024 صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون يتم فيه توسيع تعريف مصطلح معاداة السامية علشان يضم حظر انتقاد إسرائيل نهائيا. كل دي أمور بالنسبة للطلبة وفي سن الشباب كارثية في الجامعات الأمريكية، لأنها حسستهم أنهم في أكذوبة سياسية في مجتمع ياما تغنى بالقيم والعدالة الأمريكية. الطلبة هناك عارفين أن دافع الضرائب الأمريكي اللي هو المواطن العادي جدا هو اللي بيدفع ثمن المليارات اللي بتاخد بيها إسرائيل السلاح من أمريكا، واللي تخطت لحد دلوقتي 60 مليار دولار على مدار الشهور السبعة اللي فاتت. الطلبة عارفين حقوق صح، وعارفين سياسة صح، وعارفين أن قانون الجامعات في أمريكا القائم على تمويل رجال الأعمال والشركات والأفراد جزء منه بيتم استثماره بحكم سيطرة اللوبي اليهودي في إسرائيل، سواء في مراكز بحثية أو جامعات إسرائيلية. من هنا كانت مطالب الطلبة الأمريكان لإدارات جامعاتهم: اكشفوا لنا عن الجهات اللي بيتم تمويلها في إسرائيل أو فلوس الجامعة اللي بيتم استثمار أجزاء منها في شركات إسرائيلية أو شركات بتدعم إسرائيل زي جوجل وفيسبوك وإيربنت. اللي انتم هنا يا عرب يا اللي قطعتوا
ما دخلتهمش في قائمة المقاطعة العربية بالمناسبة، أنا بس حبيت أعدي عليكم. وخلي بالك إن شركات ورجال أعمال من اللي بيمولوا إسرائيل أو ليهم علاقة بالصهيونية أو شركات إسرائيلية هددوا الجامعات الأمريكية بقطع التمويل علشان المظاهرات اللي اعتبروها ضد إسرائيل وضد السماح. ده غير الحقيقة تهديد رجال الأعمال الداعمين لإسرائيل أو المتعاملين معاها بقطع علاقتهم عن هذه الجامعات الأمريكية ووقف التمويل كرد على انتشار الخطاب المعادي لإسرائيل والمعادي للسامية داخل الجامعات. على سبيل المثال للحصر، جامعة بنسلفانيا خسرت يوم 8 ديسمبر 2023 يعني بعد تقريبا نقول شهرين من الأحداث في غزة، خسرت 100 مليون دولار قيمة تمويل بسبب عدم قدرة رئيسة الجامعة على وقف المظاهرات الجامعية اللي بتهدد إسرائيل. ده غير انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للطلبة الأمريكان ومظاهراتهم واتهمهم إنهم بالغوغائيين، الحقيقة من غير ما يرد عليه حد من الحكومة الأمريكية ويدافع عن حريتهم في التعبير زي ما بيعملوا مع شعوب العالم زينا يعني. كل ده الحقيقة خلى جيل من الشباب يحس بحجم التناقض والزيف ما بين ما يسمى بالقيم الأمريكية اللي تربى عليها الأمريكان من صغرهم وبين مشاهد الإبادة الجماعية اللي صدمتهم وعرفتهم إن بلادهم ملهاش علاقة بالقيم اللي بتحمي الناس وبتحمي حياتهم وهم تربوا على كده، وما بين حرية الرأي والتعبير اللي قالوا لهم إنها مكفولة. الحقيقة ضيف على ده اعتقال الشرطة لمئات الطلبة في الجامعات الأمريكية ومعاقبتهم لتظاهرهم واعتصامهم في مشاهد نسفت كل دعاوي حرية التعبير والرأي اللي صدعونا بيها من سنين. القيم الأمريكية أصبحت في اختبار حقيقي قدام الشباب على وجه الخصوص وقدام العالم كله على وجه العموم. كل ده خلى غزة قضية حية في عقل وقلب شباب الجامعات الأمريكية رغم بعد المسافة الجغرافية والسياسية ما بينهم وما بين سكان غزة. وده اللي خلى الإعلام والمؤرخين الأمريكان يستعيدوا مظاهرات شباب الجامعات الأمريكية سنة 1968 تنديدا بحرب فيتنام اللي اتغرزت فيها الولايات المتحدة الأمريكية في خمسينيات وستينيات القرن اللي فات، ومات فيها تقريبا عدد غير محدد ما بين 1 إلى 3 مليون بني آدم منهم 58,000 عسكري أمريكي. إيه اللي حصل في حرب فيتنام ومظاهرات شباب جامعة أمريكا في الستينيات؟ ده لازم نقوله علشان تبقوا فاهمين القصة اللي بيتناولها الإعلام الأمريكي النهاردة. ده اللي هنكمله بعد الفاصل إن شاء الله. تحياتي لحضراتكم، هنكمل بعد الفاصل.